رجعنا معاكم مرة تانية وفكرتنا النهاردة عن الطاقة الإيجابية. وخلوني قبل ما أبدأ الفقرة بتاعتي خلوني أرحب بزميلتي وصديقتي ندى محمد. أهلا بيكي يا ندى، منوراني في الاستوديو. أهلا بيكي يا هدير، وأهلا بالسادة المشاهدين من برنامج بدون سابق إنذار، ومبسوطة جدا إني معاكم النهاردة. وإحنا كمان مبسوطين جدا. عايز أقولك يا ندى إن الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن الطاقة السلبية واثرها في حياتنا وقد ايه بنتعب منها وبتكئبنا وبتعمل لنا احباط. النهارده بقى موضوعنا عن الطاقه الايجابيه، الطاقه الايجابيه وتاثيرها في حياتنا وقد ايه بتبقى حاجه مبهجه وقد ايه بتخليكي وبتساعدك ان انت تتقدمي في حياتك وتتقدمي في مستقبلك وتنجحي وتكبري ويبقى عندك حافز. قبل ما نبدا بقى عايزاك انت تقولي للناس تفهميهم هو ايه الطاقه الايجابيه، يعني يعرفوا بس يعني ايه طاقه ايجابيه. الطاقة الإيجابية يا هدير بتبقى متمثلة في كمية من الحاجات، كمية من الخير، كمية من العطاء، كمية من التفاؤل، السعادة، دايما بتبقى مردود إيجابي لكل الأمور. دايما بنقول لنا إن العقيدة دي بتبقى نابعة من صميم الدين والإيمان والعقيدة بالله. مظبوط. وطبعا الطاقة الإيجابية يعني التفاؤل، معنى التفاؤل ان انت تحولي الطاقه السلبيه لطاقه ايجابيه، وان انت على قد ما تقدري تشيلي الافكار التشاؤميه من دماغك خالص وتبتدي حياه جديده. وطبعا اللي بيقع يقدر يقوم، واللي مش اخر الكون لو انت غلطت او فشلت، لا انت ممكن تعيد تاني وتقوم تاني وتقف على رجلك وتبقى احسن وتتقدم وتبقى حاجه كويسه جدا. لكن مش شرط ان انت تطلع السلالم على طول مره واحده وان انت تنجح من اول مره، لازم تتعب ولازم تقع علشان تعرف تنجح فيما بعد، وطبعا ما يقعش غير الشاطر. بالظبط يا هدير. مظبوط. بصي يا ندى، الموضوع النهارده ان احنا عايزين نوصل للناس قد ايه الطاقه الايجابيه مهمه جدا جدا في حياتنا. عايزين نقول يا هدير ان الطاقه الايجابيه دايما بننشر الطاقه الايجابيه بين الناس وبين بعضها، لان ده اللي بيسعد الشخص نفسه وبيسعد الناس كلها. ودايما بيبقى الانسان على يقين ان هو دايما لما بيدعي ربنا في حاجه معينه دايما بيبقى عنده ثقه في ربنا انها تستجيب. مظبوط. عايزه اقول لك كمان ان الطاقه الايجابيه بتبان على شكل البني ادم جدا. تعرفي ازاي ان هو عنده طاقه ايجابيه وان هو متفائل؟ دايما تلاقيه بيضحك، دايما تلاقيه روحه حلوه وروحه جميله، بيتكلم، بيهزر، بيبقى يعني مبهج كده للناس اللي حواليه، بيبقى انسان لطيف وودود وجميل ودايما على لسانه الكلمه الطيبه، ما يقولكيش غير الكلمه الطيبه، عارفه يعني ما تسمعيش منه اي اهانه ولا اي كلمه وحشه ولا محبطه ابدا. ودايما بتلاقيه بيبص الفرح على الناس اللي حواليه، وبتلاقيه كمان ناجح وشاطر في شغله جدا جدا جدا. ولا انت ايه رايك؟ لا بالظبط يا هادي، كلامك مظبوط. وبرده كمان عندنا ان هو محاربه التحديات والصعوبات بين الانسان، ان الانسان ما يقفش قدام اي عائق قدامه ويستسلم قدامه، ولا يسمع اي كلمه وحشه تخليه ما هو ما يعرفش ايه اللي انا بقوله ده. مظبوط. بالظبط، لازم ايه ما نستسلمش لاي عائق قدامنا خالص. صح صح، عندك حق. ان احنا ما ينفعش نقف عند حاجه معينه، ان احنا ما نقولش ان ده اخر الدنيا. دايما ربنا بيحطنا في ابتلاءات، ومعنى ان ربنا يحطك في ابتلاء يعني ربنا بيحبك جدا. ما احب الله عبدا الا ابتلاه. وطبعا لما ربنا بيبتلي عباده بيبتليهم علشان بيحبهم، عشان يرجعوا له، ترجعي له، بيبقى مشتاق يسمع صوتك في الدعاء، مشتاق يشوفك وانت بتصلي وبتدعي له، وبتدعي له من كل قلبك. طبعا ده مش نهايه الكون، ودايما طول ما في ايمان بالله بتبقى عارف ان ربنا هيعينك وهيقويك وهيقدمك خطوات كتيره قوي قوي لقدام، وهتبقى احسن وهتنجح باذن الله. ودايما ربنا بيغير الاقدار في ثانيه، في ثانيه يا ندى بتلاقي الدنيا كلها اتقلبت. ولا انت ايه رايك؟ بالظبط يا هدير. وكمان حاجه عايزه اضيفها، ان لو الانسان بيعمل مبادرات جديده وحاجات متنوعه ده بتفيده وبتسعده لنفسه وبتسعد كمان الناس اللي حواليه، وبتنشر كمان روح التفاؤل والطاقه الايجابيه. صح، انت مظبوط كلامك جدا يا ندى، لان الدعم بيبقى مهم جدا ان انت تدعمي الناس اللي حواليكي، وان انت لما تشوفي حد نجح حتى لو مش ناجح بجداره ان انت تشجعيه وتقولي له برافو وشاطر. الكلمه دي ممكن تخليه يبقى عنده حماس ان هو يبقى احسن وافضل وان هو يتقدم خطوات للقدام. وطبعا انت هتبقي سبب، وكلمتك، كلمتك اللي هي الطيبه دي كانت سبب في ان هو يبقى حاجه كبيره جدا، وان هو يتشجع وان هو يتعلم من اخطائه. يعني انت لو هو غلط مثلا في حاجه تيجي تقولي له انت غلطت، بس بينك وبينه يعني مش قدام الناس، بتيجي تقولي له انت غلطت في كذا وكذا وكذا، فبيبتدي ان هو يتعلم من اخطائه. ودي مش اخر الدنيا، احنا بنتعلم من اخطائنا عشان نكبر ونبقى احسن وافضل باذن الله. وكمان يا هدير برضو في الانسان لازم يدعم نفسه بالانجازات، دايما يبقى شايف الحاجه اللي هو بيعملها انه بيصنع معجزات، دي بتديله طاقه ايجابيه وحاجه معينه جواه بتخليه اللي هو انا بعمل احسن حاجه في الدنيا.
طبعا برضو القرب من ربنا يا ندى مهم جدا. عارفه الواحد لما بيبقى قريب من ربنا وبيبقى مثلا بيصلي وبيسمع يعني بيقرا كتير، بيدعي كتير، بيقرا قران كتير، بيبقى قريب من ربنا قوي، ربنا بيشيل من على قلبه الطاقه السلبيه، دايما بيديله امل في بكره، دايما بيبقى متفائل ان النهارده وحش بكره هيبقى احسن، ودايما كل ما بتشد وتشد وتشد دايما بتتفك من عنده، ما تعرفيش ازاي فجاه تلاقي نفسك خرجتي من الكرب الشديد بحاجه عمرك ما كنت تتخيلها، يمكن اكتر من اللي انت متخيلاه كمان. يعني انت ممكن تبقي متوقعه خير طبعا بثقتك في الله، لكن ربنا بيبهرك بحسن النيه وبحسن تفاؤلك وثقتك فيه، فبيرزقك بقى بحاجات كويسه، تلاقيكي مستغربه بجد انا حصل لي كده بجد، ربنا حطيني في الموقف ده وخرجني منه على خير. فبيبقى الحمد والشكر هو اهم شيء في الموضوع كله. انت دايما تحمدي ربنا على كل شيء، حتى سواء ابتلاء، سواء حاجه كويسه، سواء خير، سواء شر، ايا كان، لان ربنا ما بيعملش اي حاجه وحشه، كل حاجه بيعملها لمين؟ لكل انسان. مظبوط. زي مثلا يا هدير السجود، الصلاه لما بتسجدي دي حاجه بتقربك من ربنا، بتبقى طاقه ايجابيه جواكي مش موجوده عند اي حد. مظبوط. غير ان العلماء كمان والاطباء اكتشفت يا هدير ان السجود لما بتسجدي على الارض بتشيل من عليك هموم، وبتحطي همومك قدام كلها قدام ربنا. مظبوط. طبعا بصي انا كنت عايزه اقول لك برده من اسباب اللي بتديك الطاقه الايجابيه هي الرياضه. تعرفي ان لعب الرياضه والمشي بصفه خاصه بيخليكي تشيلي الطاقه السلبيه ويبقى عندك طاقه ايجابيه، وبتبقي روحك حلوه كده، بتبقي مبسوطه، بتبقي جددتي نشاطك. بالظبط يا هدير، لان الرياضه المستمره تقضي على الروح السلبيه بشكل تماما. دي حقيقي. وطبعا صفاء النيه، ان انت يبقى عندك صفاء نيه ان انت تقدري تاثري على كل اللي حواليكي بطيب خاطر وبكلمه طيبه وبضحكه جميله، وان انت تكوني كويسه معاهم، وان انت تشجعيهم ان هم يبقوا احسن، وما تسيبيش حد. يعني لو شفتي حد عنده ياس او محبط او بتفضلي تتكلمي معاه وتطيبي بخاطره وتقولي له لا وما تزعلش، والدنيا احسن وبكره احسن، وفي حاجات كتيره قوي بتحصل كويسه، ان انت تشجعيه ان هو يتقدم خطوات كتيره لقدام. بالظبط يا هدير، دايما بنقول بنقوي ذاتنا الداخليه بالايمان والتقرب الى الله. مزبوط. وده دايما بيخلينا نتفائل ونتخلى عن اي مشكله سلبيه في دماغنا، وده بيبقى بدايه الطريق النجاح. مظبوط. خلينا اني اعلق بس على التقرب من الله. طبعا انا ذكرت ان الصلاه بالنسبه للمسلمين، طبعا انا بتكلم بصفه عامه على كل الديانات، القرب من الله والممارسه الدين بتاعك وممارسه صلاتك ايا كانت، سواء في الدين المسيحي، مسلم، يهودي، ايا كان، هو القرب من الله يعني ده لوحده كفيل يديلك اعلى طاقه ايجابيه ممكن تاخدها في حياتك. طبعا ما تستناش ان حد يسندك، ما فيش حد بيسند حد، انت قوم نفسك دايما. لو لقيت الناس اللي حواليك بيدولك طاقه سلبيه تحاول تتجاوز ده، وحاول ان انت توقف ده، ما تسمع لهمش، لان السمع في الحاله دي بيحبط جدا. ولا انت ايه رايك؟ بالظبط يا دير. وكمان في حكمه كتير قوي عارفينها بيقول ان المتشائم يرى صعوبه في كل فرصه، انما المتفائل يرى فرصه في كل صعوبه. صح. يعني معنى كلامك ان المتشائم لما بيشوف اي فرصه يقول لا دي صعبه دي بعيده، يعني زي مثلا شغل معين يقول يا لهوي انا عشان اوصل لكده لازم محتاج واسطه ومحتاج اعمل ومحتاج ان انا اعمل واسطه. بس بقى الشخص المتفائل دايما يقول لك صعبه قدامه، كل حاجه صعبه، يقول لك لا بس انا برضو هسعى، بس انا هسعى عشان ربنا هيكرمني. السعي وان ربنا حطها في طريقي دي معناها ان ربنا هيوصلني لاخر وانجح حاجه فيها، ان انت هتقدري تأدي فيها وتقدري تكبري فيها. معنى ان حاجه ربنا حطها في طريقك يبقى هي من نصيبك. معانا محمود من المنوفيه، اهلا وسهلا استاذ محمود. اهلا استاذ ميكي. حضرتك انا بشكر حضرتك واستاذه ندى على الكلام اللطيف ده جدا، لان فعلا الطاقه الايجابيه شيء مهم في حياتنا. وحضرتك احنا كحياتنا ما نقدرش نعيش من غيرها، لازم حضرتك يكون عندنا طاقه ايجابيه عشان لو في يوم وقعنا يكون في حد جنبنا بيسندنا، سواء بكلمه لطيفه او بكلمه جميله او حتى يمد يد العون لينا عشان نقدر نقوم من اول من ثاني ونبقى احسن في حياه ناس كتير مش عايزين نكون حلوين وكويسين في حياتنا. مظبوط. صح، عندك حق. صح يا فندم. فحتى طبعا حضرتك زي ما انت قلتي الكلمه الطيبه مهمه جدا، الكلمه الطيبه مهمه جدا حضرتك انها تدفعنا للامام عشان نكون كويسين في حياتنا ونكون افضل. مظبوط كلامك. صح يا فندم. صح تمام. بشكر حضرتك جدا. شكرا يا فندم. بشكرك جدا.
الطاقة الإيجابية شفتي قد إيه مهمة بالنسبة للناس؟ مهمة جدا لناس كتير، ودايما مظبوط. بيبقى في العمل محتاج إن المشاركة بين الفريق، ده بيطلع نجاح. انت يعني وانت في اي شغل بتبقي محتاجه ان انت تشاركي كل اللي حواليك، ودايما تبصي يعني يطلع من عندك كده طاقه ايجابيه وكلام طيب عشان خاطر الناس اللي حواليك تشجع وتشتغل، ولا ايه؟ ايوه 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 بالظبط، لان الروح التفاؤل بيخلي الشغل طالع مظبوط وطالع من القلب، بيخلي الناس تتقبله بطريقه حلوه جدا. صحيح، وان انت تشاركي كل الناس اللي حواليكي في اي حاجه حلوه بتعمليها، يعني مثلا لقيتي ان انت عملتي حاجه خلت نفسيتك مثلا احسن، قدمتك لقدام. طيب خليني بس اطلع معانا مكالمه. ميرنا من القاهره، اهلا وسهلا يا ميرنا. الو الو، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله بخير يا حبيبتي، اتفضلي. مبسوطه قوي ان انا كلمتكم حبيبتي، ربنا يخليكي. انا بحاول بقالي كتير. اتفضلي حبيبتي، انا سامعاكي. انا دلوقتي بتكلم في نقطه الطاقه الايجابيه اللي انتوا بتحكوا فيها، هي اهم حاجه اصلا تقريبا بالنسبه للانسان في حياته. صح. عشان هي ما كانتش موجوده في حياته مش هيعمل اي حاجه ولا هيحقق اي انجاز او اي هدف هيوصل له. مظبوط. بس فانا بتكلم الموضوع الحلقه، يعني انا عاجبني جدا وحلو قوي، وخصوصا بالنسبه للشباب اليومين دول. تمام تمام مظبوط. بس يعني دي حاجه حلوه، واللي هي تحفز الشباب اللي يحقق حاجه ويحقق هدفه، وان هو فعلا طالما موجوده في حياته الطاقه الايجابيه هيعرف يوصل اللي هو عايزه. صحيح، عندك حق، لازم نشجع بعض ولازم ندعم بعض، ولازم مفيش اي فرصة تقف قدامنا خالص، ولازم نجتهد ونعمل وما نقولش اي حاجة هتقف قدامنا. وكمان بنحاول ندور على الناس اللي تساعدنا في ده في حياتنا. مظبوط، صح، دي اهم حاجة، لان يعني الناس ليهم اثر كبير فعلا في حياتنا. الانسان وخصوصا الصحاب ودايرة الصحاب اللي بتبقى حوالينا هي اللي بتأثر دايما علينا. عندك حق يا ميرنا والله. انا بجد مبسوطه جدا انا اتكلمت معاكم، ويعني كان نفسي اعملها من بدري، ودي فرصه حلوه قوي ليا. حبيبتي ربنا يخليكي، نورتي، بالتوفيق ليكم، ودايما كده بتحكوا لنا مواضيع هادفه ان شاء الله باذن الله. بشكرك جدا يا ميرنا، وطبعا كلامك كان مهم جدا بالنسبه لنا. عايزين برضو نقطه الصحاب، ان اي صاحبك بيقول لك كلمه تحبطك ما تسمعلوش، ابعد عن الصاحب ده، لان الصاحب ده هيحبطك وهيفضل يحبطك طول عمره. ما ينفعش الصاحب ده تفضل معاه، لازم الصاحب ان هو لا، انت اعمل كذا، انت قدها، انت هتقدر، انت هتعمل. صح. عايز اقول لك كمان ان في ناس لما بمجرد ما بتقع في مشكله وان هي خلاص يعني وقعت في كارب شديد او مشكله كبيره، تقول لك لا انا مش عارفه احل، انا حاسه ان الموضوع ده مستحيل يتحل. مفيش حاجه اسمها مستحيل طول ما في ربنا. اللي انا عايزه اقوله لكم يا جماعه، طول ما في ربنا مفيش حاجه اسمها مستحيل ابدا ابدا، استبعدوها، لان طول ما ربنا موجود اكيد في حلول، واكيد في بين كل ثانيه والثانيه كل حاجه بتحصل وبتتغير لاحسن حال. فلما تبقى في مشكله انت تقدر تعمل ايه؟ تخرج نفسك بره المشكله نهائيا، ان هو يعزل نفسه بره المشكله ويبص على المشكله من بره. طيب معانا ساره من البحيره، اهلا وسهلا استاذه ساره. اهلا استاذه بيكي يا ساره. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الو، اتفضلي اتفضلي، سامعيني. طيب بشكر حضرتك جدا، عيد الاتصال علينا استاذه ساره. فكنت بكمل لك ان المفروض ان الشخص يعزل نفسه عن المشكله ويبص عليها من بره. ان انت طول ما انت جوه المشكله العقل ده بيبقى يعني بيتشل تقريبا، ما بتبقيش عارفه تحلي المشكله ازاي وازاي تقدري توصلي لحلول، فبتضطري تعملي ايه؟ ان انت تعزلي نفسك عن المشكله وتعيدي التفكير فيها بس تبص لها من بره. لو حتى تلاحظي ان لما حد يكون بره المشكله يحل لك المشكله في ثانيه. اما هو لو مشكلته هو لا يقعد ما بيعرفش يحلها، يفكر لا انا مش عارف يعمل ايه، مش عارف يحلها ازاي، مش عارف يعني يشوف لها حلول، لان هو جوه المشكله بالفعل. لكن لما بيعزل نفسه وبيشوف المشكله من بره بيبتدي يلاقي كذا حل قدامه بالتدريج، ويبتدي يمسك حل يحاول فيه، ان ما نفعش حل يشوف الثاني، ان ما نفعش الثاني يشوف الثالث، وهكذا. فبيبتدي ان هو يرجع يتفائل ثاني، طول ما في حلول هيرجع يتفائل ثاني من اول وجديد. وبرده يا هدير، ان الانسان الذكي دايما بيتعلم من اخطائه. انا عملت الغلط ده، لا انا مش هعمل كده تاني، لان انا اتعلمت منه. والانسان الغبي دايما اللي دايما يغلط يروح عيد نفس الغلط تاني. طب انت غلطت وعرفت ان ده غلط، تروح عيد نفس الغلطه تاني؟ ده بقى اللي بيميزه.
مظبوط. فانت دايما انت قلتي الانسان الذكي فعلا بيتعلم من اخطائه وبيتعلم ازاي ان هو ينجح وازاي يتقدم وازاي ان هو يبقى افضل واحسن من خلال ان هو يتعلم من اخطائه. معانا استاذ بيتر، اهلا وسهلا. اهلا استاذ بيتر. الو، في مشكله في الاتصال. طب بشكر حضرتك جدا، عيد الاتصال بينا مره تانية. فزي ما بقولك يا ندى ان الموضوع بجد حلو جدا ان انت تبقي بني ادم مبتسم. عارفه اللي وش البشوش اللي دايما بيضحك، الوش البشوش ده مهم جدا والناس كلها بتحبه وبيعلم معهم جدا. يعني دايما في ناس بتتعلم ان هما بص يقولك شايفه عارفه البنت دي ام وش بشوش، ام ضحكه دايما على وشها، صح؟ دي بتبقى ناس بتعلم في قلوبنا. دايما بننظر ان اليوم جديد هو بمثابة فرصة جديدة، صح؟ طول ما كل فيه بكرة وفيه احسن هيبقى فيه احسن واحسن. مظبوط. هتبص تلاقي فرصة قدامك، هتلاقي الفرصة الاحسن بعدها بعد اليوم التاني. صح، عندك حق. طبعا ربنا بيدينا فرص كتير ان احنا نكبر ونبقى احسن، بس احنا احيانا بنبقى غافلين او مش شايفين الفرص دي، فبنكتئب ونقول لا احنا خلاص احنا عدتنا الفرصة، مع ان في فرصة واثنين وثلاثة. ربنا مش بيسيب بني ادم غير لما بيوقفه على رجله، لكن بس محتاج الصبر ثم الصبر. طبعا ففي الطاقة الإيجابية دي عايزة أقولك إن الواحد وتغيير الروتين. مظبوط. الروتين اليومي بيغير وبيخلي عندك طاقة إيجابية بشكل فظيع. الملل بيعمل طاقة سلبية. طاقة سلبية رهيبة، إن أنت تحسي بإحباط، إن أنت كل اليوم النهاردة هو بكرة هو بعده هو نفس اليوم اللي بتكرريه كل يوم. فلازم تعملي لنفسك كده حاجة جميلة بتحبيها في اليوم، سواء بقى رياضة بتحبيها، سواء مثلا أغنية بتسمعيها، قاعدة مثلا معينة في مكان معين. في ناس بتحب القراءة جدا، اللي هو بتحسها اللي هو بتخلي جنبهم طاقة. طيب معانا مدام وداد، اهلا وسهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا بنتي. اهلا بحضرتك. بقول لحضرتك انا، ايوه ممكن اسال بس سؤال؟ اتفضلي. انا ست كبيره ومعايا اربع بنات وولد وجوزتهم وكده، بس من ساعه ما جوزتهم وانا مش عارفه اعمل ايه في حياتي بصراحه. اخر عيله مجوزاها بقى لي سنه. تمام. وعايشه حياتها وكله عايش حياته، وانا اللي حاسه ان انا حياتي وقفت بقى على كده، اتدمرت. انا مش عارفه اعمل ايه، هل ده خايفه اخش في اكتئاب؟ هقول انا في اكتئاب؟ مش عارفه ليه. بس يا مدام انت ممكن تزوري ولادك، وممكن تروحي تقعدي مع كل حد فيهم شويه، وممكن برضو تخرجي وتعزلي نفسك عن مثلا الجو الروتين بتاع البيت، وتزوري قرايبك واصحابك وكل اللي انت عايزاه. انا من ساعه ما البنت الاخيره اتجوزت وانا حاسه ان حياتي وقفت، حياتي كده خلاص، مش عارفه اعيش حتى. مش عارفه عشا بالمنوم والمهدي عشان افصل، مش عارفه، ومستنظره اي حد فيهم يجي لي، حد فيهم يجي يزورني. كل واحد ماشي في حياته، كل واحد الدنيا شغلية، انا مش عارفه. طب انت مش بتكلميهم في التليفون ليه يا مدام وداد؟ نعم؟ مش بتتواصلي معاهم في التليفون ليه وتقولي لهم يجوا؟ طب ما تعزميهم انت بدري بان انت تعزميهم عندك. كل واحدة أقول لها تقول يا ماما أنت عارفة الكورونا، أنا معايا أربع عيال، التانية أنا معايا ثلاث عيال، التانية أنا فيصة، التانية أنا مش على الحل ده. حتى يعني ابني مراتي ابني وابني جنبية، قلت أروح أقعد عندهم يوم ولا حاجة، حسيت إن أنا في سجن، إن أنا متأيدة، جايبالي إزازة المية جنبي، أروح أغسلك المعاني يا بنتي؟ لا. أنشر غسيل؟ لا. أقعدي بس أنت. وعداني اتخنقت جدا البيت. مش عارفه، انا حاسه ان انا مش عارفه اعمل ايه بصراحه حياتي، مش عارفه. يا ريت الاقي عندكم حل اعمله، انا مش عارفه. طبعا انا بشكر حضرتك جدا، وطبعا يا ام وداد حضرتك تقدري تتواصلي معاهم لو هم مش قادرين يجوا لك، روحي لهم انت، اكيد مش هيمنعوكي عن ده. معانا تهنئه. يتقدم استاذ تامر خطاب رئيس تحرير البرنامج بدون سابق انذار بخالص الشكر والتقدير للاستاذه الدكتوره هناء سرور عضو مجلس النواب على مجهوداتها العظيمه لخدمه ابناء محافظه المنوفيه في مجال الصحة والدعم الكامل التي تتبناه على خدمة المواطنين وتلبية طلباتهم بسرعة وسهولة، ونتمنى لها مزيدا من النجاح والوعي. طبعا بشكرك يا ندى جدا، كانت حلقة جميلة والوقت بس خلص معانا بسرعة والموضوع كان جميل. بشكرك جدا. بشكرك يا هدير، وبشكر جمهور بدون سابق انذار، وحقيقي كنت مبسوطة ان انا كنت معاكم النهاردة. استنونا كل اثنين الساعة 5 على قناة صحة والجمال، برنامج بدون سابق.